انا معايا تقرير من الكابتن حبيبك قوي حبيبنا كلنا الكابتن فكري صالح، هنشوف هيقول ايه ونرجع نحلل كلامه. يلا اتفضل يا محمد. محمد ناجي ابني واخويا وحبيبي، ذكريات كتيره جدا جدا جدا، بدات من 1981. كنت انا مدرب حراس مرمى المنتخب، وكان الكابتن حمد الشرقاوي المدير الفني، وكنا هنلعب مباراة في المغرب، وكان علي اختيار 3 حراس مرمى، فاخترت إكرامي وأحمد ناجي وعادل معمور. وشوفي بقى يعني برضو 2 حراس مرمى من نادي الأهلي. وفي الوقت ده كان أحمد ناجي، كابتن أحمد ناجي طبعا هو عشان ابني فأنا بقول أحمد ناجي على طول، ما كانش بيلعب لان كان في ثابت البطل وفي اكرام، كان دايما احتياطي الى المتصدر. ولكن من التحدي والاصرار اللي كان عنده، كون ان انا اختاره منتخب مصر الاول، يبقى كان حاجه مميزه جدا. ولدرجه ان انا هحكي برضو حاجه، ان يوم ما حطينا المباراه بتاعه المغرب، الجهاز الفني وانا كنا حاطين في دماغنا ان احمد ناجي هو اللي يستاهل يلعب، وجابه الكابتن حمد الشرقاوي وقال له، قال له كابتن فكري بيقول ان لو العدل اساس الملك انت اللي تلعب مباراه المغرب، لما احنا خايفين عليك، لاني طبعا دي اول مباراه لك وما عندكش خبرات. فده بحكي الحاجات دي عشان اقول شخصيه الكابتن احمد ناجي كانت ايه من يعني وهو حتى صغير. هو شخصيه حبوب، علاقتي بيه ما كانتش مدرب ولاعب، كانوا 2 اصدقاء، وده يمكن السر في الكيمياء بيني وبين كابتن احمد ناجي. ان من شوفي الكلام ده من 81 لغايه النهارده نحن على علاقة وطيدة جدا. برضو من الصدف الغريبة، وطبعا انت عارفة كابتن احمد ناجي شاعر يعني بس هو انا اللي اكتشفت على البيانو سنة 1980 ان الراجل ده فنان. هتقول ايه لحبيبك حبيبنا كله؟ ده شخص استثنائي، يعني شخصية استثنائية. احنا كنا فعلا صحاب جدا، كنا بنخرج مع بعض بعد التمرين، والمعسكر بتاع المغرب ده، ماتش المغرب ده كان هنا في مصر، تعادلنا 0-0 وغلبنا هناك 1-0 ضربة الجزاء لجمال عبد الحميد، شاطها جت في الصدها الحارس في قائم ورجعت علينا جول، طلعنا من كاس العالم. المهم كان في اللوبي بتاع الفندق واحد بيغني كده فرنساوي، وفي بقى الجست قاعدين وكلام كده، فانا رحت طالع مغني ماسك المايك واشتغلت فيها، عملت لعب حليم حافظ المغربي بالظبط. فغنيت، فالناس افتكرت ان انا نمره، فبقوا يجوا ويسالوا فين اللي كان، انت نمره اصلا فين اللي كان بيغني امبارح. فجاه لقيت الكابتن فكري والكابتن حماده، انا هو فرمني في التمرين وانا مش قادر انزل. نعم. فقاعد بقى، مين كان اساسي في منتخب مصر الفتره دي؟ اكرامي. بس هو قال عادل مامور، لا كان حليمه بتاع الاولمبي. فلقيت الكابتن حماده والكابتن فكري طالعين بيخبطوا على الاوضه. كابتن حماده، يا ناجي ما تنزل يا اخي، الناس جايين يسمعوك. المدرب نفسه بيقول لي بيبطلك بقى بدر. هو مش قادر يا كابتن فكري. قال لي والله الناس جايه كابتن، مبسوطين وغنيت وبتاع. والراجل بتاع الاوتيل بيانو ده اللي هو العازف يعني، بعت لي قميص هديه. يا اخي كنت كمل يا اخي من ساعتها والله العظيم. القميص ده عندك ولا صرفت فيه؟ القميص ده يجي على عمر ابن بنتي دلوقتي. ربنا يخليهم لك يا رب.